السلام عليكم، معكم أنور سنان، أهلا وسهلا عندي في القناة. اليوم بشرح لكم طريقة لمشاركة شاشة جهازك تليفون على الكمبيوتر سواء كان آيفون ولا أندرويد وبدون كيبل بدون سلك. حابب استخدم سلك ما في مشكلة، كله ينفع يعني. هذه الطريقة راح تمكنك من عمل بث مباشر ومشاركة للشاشة، يعني راح تتمكن من عمل جيمينج ستريم أو حتى شروحات ومن هذا الشيء، لأن الجودة عالية والفريم ريت جدا سلس والبرنامج ما فيه أبدا تقطيع. والآن يلا نبدأ. في البداية أحب أذكركم دائما زوروا مدونتي على الإنترنت anwarsinan.com، بسيب لكم رابطها أسفل في الوصف، تدخلوا تشوفوا المواضيع اللي أنا منزلها من قبل، يعني راح جدا تعجبكم. أهم شيء تشترك عندي في القناة وتفعلون جرس الإشعارات، جدا ضروري. الآن تروح على موقع تنزيل البرنامج Mirror 2 من تطوير شركة آيفون، تجي تحمله على حساب جهازك ماك ولا ويندوز، تعمل تنزيل. فالبرنامج يعني فيه مميزات كثيرة ممكن تطلع عليها بداية الصفحة، أنا بس بختصر الموضوع ننتقل على طول على التنصيب والشرح، عرفت كيف؟ فتضغط على طول طيب بعد ما تختار مكان التنزيل كرسي ولا دي، تنتظر على حسب سرعة الانترنت عندك. انا الان خلص عندي، انا سرعت الفيديو عشان ما اطول عليكم، بضغط على ستارت ناو وفتح معي البرنامج بهذه الواجهة. موجود عندك هذا المسج سنتر، يعني ما في حاجة مهمة، بس اخرج. وهذه هي قائمة الادوات الموجودة في البرنامج على الجانب الايمن. انا من بجي اول شيء على المستخدم وبعمل تسجيل الدخول بحسابي، انت اذا ما عندك تعمل انشاء حساب وتدخل عادي ما في مشكلة، تمام. بعد ما تدخل على الحساب الخاص فيك حتيجي على الربط المستخدم، تجي من علامة الايقونة تبع المستخدم وتحط السيريال حتى تبع البرنامج، تمام. فهذا جدا يعني مهم عشان يفتح لك كل امكانيات البرنامج. طبعا تقدر انت الان تحصل عليه يعني بسعر جدا 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 رمزي، هو 0.0 دولار لكل شهر، يعني تخيل. اللايف تايم بلان تقدر الان تحصل عليه، يعني ابسط لها رابط اسفل في الوصف. وهنا مذكور عندك انه جارنتي، في حال ما عجبك البرنامج حيرد لك الفلوس. انا مش عارف ايش حيرد لك 0.0 يعني ولا حاجة. نرجع للبرنامج، خلونا نروح على الاعدادات نشوف اللي عندنا. ما في شيء مهم غير الجنرال سيتنج، تقدر تغير اللغة الى العربية بما ان اغلبكم عرب. هنا تقدر تحط العلامة المائية لا، والجودة الصورة تخلي اعلى شيء، وادخال الصوت تخلي كل الاجهزة، وتنسيق لقطة الشاشة تخلي جيبك، والحفظ يعني تختار المسار. وهناك 1080 اعلى دقة و 60 ام بي 4 وباقي الاشياء تخليها زي ما هي. خلوني بس ارجع هنا، اختر نظام تشغيل جهازك، ايش عندك ايفون ولا اندرويد، ايش حابب تختار. الاندرويد يعني سامسونج وباقي الاجهزة، تقدر تعمل عن طريق الكيو ار ولا الواي فاي ولا عن طريق الكيبل. الايفون نفس الشيء، تقدر تعمل عن طريق الواي فاي او الكيبل. انا افضل الواي فاي لانها طريقة سريعة بدون كيبل، بس تيجي تسوي كذا تسحب من فوق بعدين على مشاركة الشاشة وراح يظهر معك الجهاز، بتروح محدد عليه. طبعا بشرط انه يكون جهازك الايفون والكمبيوتر متصلين بنفس الشبكة ولا ما راح يظهر. الان اشتغل معايا، يعني زي ما انتم شايفين انا عم بجرب، يعني جدا سلس وسريع وجودة عالية. بروح اجرب شغل لكم فيلم تشوفوا معايا، يعني انا عم بقلب بالفيلم بسرعة عشان ما يجينا كوبرايت. فتقدر تستفيد انه تعمل مشاركة لشاشة جهازك على شاشة اكبر. وعندك هنا تحت ادوات اخرى مثل اداة البث، مثلا تحدد يعني الخيارات اللي هي مناسبة لك وتبدأ البث. وعندك منصات البث المباشر تيجي من هنا، يعني وتحط ال URL تمام، وتختار نافذة البث وبث المايكروفون وتعمل بدء، يعني فهمت كيف؟ بطلع من هذا الان وبروح على هذه اللعبة، انا منزلها مخصوص عشان ذا الفيديو، لا انا محمل العاب على جهاز يعني. فانت ممكن تحط اللعبة اللي انت تحبها، فورتنايت، ببجي، واتيفر. هنا عندك خيار بد تسجيل الشاشة، انا بدأت اسجل الشاشة. ده خيار التثبيت، يعني احط لك البرنامج في المقدمة الواجهة حتى اذا فتحت اشياء اخرى هو بيظل في المقدمة، عرفتوا كيف؟ المهم يعني عندك خيار الفول سكرين، يعني الشاشة الكاملة راح تستفيد منها، يعني عشان تستمتع اكثر وقت اللعب وزي كذا، يعني جدا سريع ما في ابدا تقطيع وجدا سلس الشاشة، عرفت كيف؟ فانا الان بوريكم في هذه واحدة من الالعاب، يعني درايفنج زي كذا، يعني مواصفاتها يعني مو ذيك الثقيلة يعني. فانا اصلا جهازي هو 14 برو ماكس، بشغل اي حاجة يعني بكل راحة وسهولة زي ما انت شايفين. فالبرنامج يعني جدا رائع وراح يفيد الجيمرز يعني بشكل كبير جدا، يعني ما تفوتوه، حملوها الان، موجود رابط موجود اسفل وصف هذا الفيديو، تمام. انا خلاص يعني هنا بوقف تسجيل الشاشة زي ما انتم شايفين،
وبتطلع لك الآن نافذة عشان تفتح المجلد اللي تم حفظ البيانات فيه. أنا بلغي ذا الإحضار إلى الواجهة وبروح على الفولدر عندي، هذه هي لقطة شاشة اللي أنا سويتها لو تذكروا، وهذا الفيديو بجودة الـ MP4 1080 60 فريم بالثانية. فهذا هو الفيديو زي ما انت شايفين، يعني جدا ممتاز والألوان تبعه يعني طبيعية لدرجة انه نفس الألوان اللي انت شايفها من شاشة التليفون. المهم تنحفظ التسجيلات لقطة شاشة في الكورس دي وباقي الأشياء الموجودة في البرنامج ما في داعي نتكلم عنها، نتركها لكم تشوفوها بأنفسكم بعد ما تنزلوه. عشان توقف البث تيجي من هنا وتعمل سب ميرورينج، عرفت كيف؟ وخلاص هذا كان كل شيء عندي اليوم، أتمنى أن الفيديو يعجبكم، لا تنسوني من الدعم يا جماعة. كيف تدعمني؟ اشترك عندي في القناة وتفعل جرس الإشعارات وتشوف الفيديوهات السابقة اللي انت مهتم فيها، ودايما زور مدونتي على الانترنت anwarsinan.com وتطلع على المواضيع اللي منزلها. مع السلامة.